العوامل التي ساهمت في صناعة هذه الشخصية الصديقة الصغرى زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها تتنوع إلى نوعين. العامل الأول عامل الوراثة. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، نحن نقرأ في زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. هذه الأصلاب الشامخة التي احتوت على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هي بذاتها احتوت على الصديقة الصغرى زينب الكبرى. تلك الأرحام المطهرة التي احتوت على سيد الشهداء هي بذاتها وبعينها احتوت على السيدة زينب صلوات الله عليها. من هو جدها؟ جدها خاتم الأنبياء محمد. من هي جدتها؟ خديجة الكبرى من طرف الأم. من هو أبوها؟ أبوها نفس رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. من هي أمها؟ الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء. وهكذا خذوا إلى آدم، هذا العامل الأول. العامل الثاني عامل التربية. حتى إذا التربية ما كانت تربية لفظية، التربية اللفظية مهمة، ولكن حتى إذا ما كانت هنالك تربية لفظية، التربية العملية، لعل التربية العملية أهم من التربية اللفظية. هذه الرواية ترويها فاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عن الإمام الحسين: رأيت أمي فاطمة صلوات الله عليها ليلة جمعتها في محراب عبادتها، ولم تزل راكعة وساجدة إلى الصباح. ليلة الجمعة، يبدو أن زينب صلوات الله عليها أيضا سهرت إلى الصباح، ولكن من المظاهر التي هزت التاريخ هذه القضية، وعمرها صلوات الله عليها 5 سنوات. بعد كم؟ بعد حوالي 55 عام فاطمة الصغرى تقول بنت الإمام الحسين صلوات الله عليها في ليلة العاشر: لم تزل عمتي زينب في ليلة العاشر من المحرم في محراب عبادتها تستغيث إلى ربها، فلم تغمض لها عين ولم تهدأ لها رنة. هو ذاك المشهد، قبل 55 عام تشاهد أمها تحيي ليلها إلى الصباح. هذه الحالة قبل 55 عام تقريبا أثرت بعد 55.